ولمناقشة تطورات المشهد في درعا السورية مع الحملة العسكرية التي يشنها النظام على أحيائها والشروط القاسية التي يريد فرضها على الأهالي، معنا من الدوحة المعارض السوري المستقل السيد خليل المقداد، مرحبا بك معنا. نعم، مرحبا بكم أخي، السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام، أهلا بكم. أهلا المشاهدين والمستمعين الكرام، حياكم الله. سيد خليل، ما الداعي لهذه الكثافة الصاروخية التي يستخدمها النظام والميليشيات الموالية له ضد أهالي درعا، على الرغم من قبول لجنة أهالي درعا المركزية بتهجير عدد من العائلات وهذا ما تحقق بالفعل؟ يعني النظام، علينا أن نعرف أن لا يوجد نظام أولا، هذه كلمة مجازية تستخدم. نعم. الميليشيات الموجودة هي ميليشيات طائفية شيعية نصيرية حاقدة، تفرغ حقدها وتستهدف حتى المساجد، وقد شاهدتم الآن لم يعد يبقى في درعا مسجدا إلا وتم استهدافه، وهذا يدل على حقد دفين. بالنسبة لهذه الحملة التي شارفت على 70 يوما ولم تستطع التقدم ولو متر واحد في أحياء درعا، البلد المحاصرة الفقيرة الممنوع عنها كل شيء تقريبا، وفي ظل حصار آخر يفرضه اللواء الثامن على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درعا من عدة مدن مثل داعل ونوى وقفص وبصر الشام، هذا يؤكد لك الحالة الهستيرية التي أصابت هذه الميليشيات التي تكبدت خسائر فادحة على أبواب درعا بسبب صمود أهالي درعا الشرفاء الأحرار الصابرين المجاهدين. نعم. الكرام، رغم تخاذل اللجنة، رغم تخاذل لجنة المفاوضات التي يشك في أمرها، والتي يمكننا القول أنه لولا الضغوط الشعبية لكانت هادنت وسلمت منذ زمن بعيد. نعم. طيب، بالنسبة للشروط التي وصفت بالقاسية التي طرحها النظام للجنة المركزية، إلى أي مدى تدين الراعي الروسي الذي ضمن سابقا التسوية؟ يعني علينا أن نعرف أن هناك اتفاقية تسليم قام بموجبها أحمد العودة وشركاه، بإعادة طبعا من خالد المحاميد المقيم في الإمارات والذي يعتبر رجل دحلان في سوريا أيضا، إضافة للجربة، وبالتالي تم تسليمها وتوقيع اتفاق بضمانات روسية تقضي بعدم دخول النظام، وأن روسيا تتعهد بأن يبقى السلاح الفردي مع الناس بعد أن تم تسليم السلاح الثقيل. ثم نقضت هذه الاتفاقية في العام 2020 أيضا، ووقعت اتفاقيات جديدة مع عدة مدن وبلدات منها الصنمين وطفس وداعل، حصل من خلالها النظام على شروط جديدة وترحيل أشخاص يعتقد أنهم يشكلون خطرا على قواته نتيجة الاستهداف والعمليات اليومية التي كان تتعرض لها عصابة الأسد. وبالتالي أيضا هذه الاتفاقية نقضت الآن. لماذا نقضت؟ لأن درعا تمثل حالة استثنائية نظريا، درعا سلمت وخاضعة لسيطرة النظام، لكن عمليا هي خارج سيطرة النظام ويتم إخضاعها الآن بقرار دولي. نحن شاهدنا التصريحات الأردنية لملك الأردن قبل فترة، والتي قال أن يجب فرض سيطرة وسلطة النظام وعلينا أن نستيقظ وأن النظام يتمتع بشرعية إلى ما هنالك. هناك تنسيق دولي إقليمي لفرض سلطة وسيطرة النظام على كامل الأرض السورية، وشاهدنا اليوم في الشمال أيضا تم فتح معبر بحجة المساعدات الأممية التي لا نحتاج لدخولها من مناطق النظام، وهذا نوع أيضا من أنواع التطبيع سيتلوه خطوات جديدة تسهم في بسط شرعية العصابة الفاقدة للشرعية على كامل الأرض السورية. نعم. هذا ما يحدث. طيب، تماما أستاذ خليل، ماذا عن الجهات العسكرية التي كانت محسوبة بالأمس على المعارضة السورية ودخلت تحت الوصاية الروسية الآن؟ إلى أي مدى تتحمل ما يجري، وكيف يمكن قراءة تناقض تصريحاتها سابقا مع صمتها الحالي؟ بكل تأكيد أخي الكريم، السادة المشاهدون يعلمون اليوم تماما الدور الخبيث الذي حذرت منه منذ البداية، وحتى قبل أن يظهر مفعوله ومفاعيله للعلن، وحذرت من هذا الرجل الذي يتحرك بأوامر من دولة الإمارات تحديدا وغرفة الموت الموك على بشكل عام. يعني هم كانوا ينسقون، وكان هو يتولى عملية توزيع الأموال على هذه الفصائل التي اشتروا ولاءها، ثم قاموا بتسليم حوران، ووقتها تعهدوا بأن حوران لن تمس، وأنهم إذا في حال مست حوران سيتدخلون وسيقاتلون النظام،
وأنهم يضمنون هذا الاتفاق وأن روسيا تعهدت لهم وأن هناك اتفاقات. ثم نكتشف يعني أنت لا يمكن أن تعتمد في حماية أمنك وحياتك وأموالك ووطنك واستقرارك على مجموعة من الإماعات. هؤلاء ليسوا سوى أذناب أتباع، يقال لهم افعلوا كذا يفعلوا كذا، وكل هذه الشعارات التي رفعوها إنما كانت لتخدير الناس. واليوم هو يشارك في الحملة، الآن الدور سيأتي أيضا على طفش التي بدأت تتعرض لحملة بحجة وجود جماعات متطرفة. لا يعني أنا فعلا أستغرب هذه النذالة وهذه الخسة من أبناء حوران الذين يتبعون هذا الإنسان الوضيع. أنا لا ألوم هذا الشخص لأنه والله العظيم جبان ورع ديد، لكن ألوم الناس، ألوم شباب حوران الشرفاء الكرماء، كيف يصمتون على هكذا رجل يشارك في قتل أهلهم وحصارهم وتجويعهم وتركيعهم أمام آلة البطش الأسدية التي لم تكن لتسيطر لولا وجود هؤلاء الذين سلموها حوران. طيب على طبق سيد خليل، ما هو الحل اليوم؟ ما هو الحل اليوم؟ هل هو القبول بشروط النظام أو إمكانية؟ نعم، أنا برأيي، الأهالي قدموا لهم حلولا كثيرة. لا يرغبون بهذه الحلول، هم يرغبون بتركيع حوران. يعني قالوا لهم تدخل قوات روسية، يدخل قوات من اللواء الثامن، أدخل قوات من المخابرات العسكرية والجوية لتكون لها يعني نقاط تفتيش إلى ما هنالك، ولكن الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية لن نسمح بدخولها. هم يريدون إذلال أهل حوران، وهذه كبيرة. إن سقطت حوران فإنها إيران ستصبح على بوابة جزيرة العرب الشمالية وستهدد الأردن. أنا لا أستغرب مواقف الأنظمة، لكن أستغرب مواقف الشعوب، وخاصة أهلنا في الأردن الذين هم يعتبروا امتداد لأهالي حوران وقبائل حوران وعشائرها، وكيف يصمتون؟ لم نسمع لهم حتى الآن أي صوت يعني ينددون أو يطالبون بوقف هذه الحملة الشرسة أو يهبون للتظاهر أو نجدة أهلهم في حوران. حوران محاصرة اليوم من قبل ميليشيات طائفية، ليس هناك علاقة لدولة أو سلطة أو ما هنالك، الأمر طائفي بحت. يرغبون بتركيع حوران وإذلال حوران وفرض سيطرة إيران. طب دعني على الرغم من هذا الحديث، يعني هو حديث يتناقض تماما مع ما ذكرته صحيفة ناشونال انترست التي تؤكد أن ما يجري في درعا البلد قد يشكل مدخلا لرحيل بشار الأسد. ما واقعية هذا الطرح ومدى التعويل على واشنطن وحلفائها لإنهاء الأزمة في سوريا؟ يا سيدي الكريم، ما يحدث اليوم هو بتواطؤ دولي أممي. نحن نعلم 10 سنين من القتل والقصف والتهجير وانتهاك الحرمات والتعذيب والسجن والاعتقال والتمثيل بالأحياء والأموات. لم تتدخل الولايات المتحدة، قصف بالكيميائي، قصف بكل أنواع الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا، لم يتدخل أحد. روسيا تشارك، يتبادلون الأدوار. دعني أذكرك وأذكر هذه الصحيفة بمعارك تنظيم الدولة ضد اليزيديين، كيف تدخلت الولايات المتحدة ليس فقط بهجوم على هذه القوات أو على تنظيم الدولة، ولكن بإسقاط المساعدات الغذائية لليزيديين. لكن المحاصرون اليوم في درعا هم مسلمون موحدون، ليسوا يزيديين ولا مسيحيين ولا دروز ولا غيرهم. لو كان من في درعا اليوم دروز لشاهدنا الكيان الصهيوني يتدخل. الكيان الصهيوني يتشدق بأنه يحارب إيران وميليشياتها ويمنع تقدمهم ولن يسمح لهم، لكنهم على بعد أمتار قليلة من حدوده يحاصرون ويستولون ويسيطرون على أراضي حوران ويتقدمون، ولن يتركوا مكانا أو قطعة أرض إلا ويدخلوها في النهاية ما لم يتصدى لهم الشرفاء. حوران قادرة على إفشال هذا المخطط. لا يمكن التعويل على الموقف الأمريكي. نحن بحاجة الآن لهبة جماهيرية في الشمال أيضا، الشمال الخانع الصامت الذي بدل أن يقاوم يفتح جبهات يفتح معابر. هيئة الجولاني الآن هي اللي تحمل الوزر الأكبر مع وصلت الفكرة. أستاذ خليل أشكرك جزيلا. أستاذ خليل المقداد المعارض السوري المستقل، كنت معنا من الدوحة.